نحتفل هذه السنة على غرار باقي ولايات الوطن الذكرى المزدوجة ل 67 تاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والثاني والخمسين لتأميم المحروقات. هذه السنة مميزة في إطار التحولات الكبرى الاقتصادية العالمية كالتغذية من مشكل التغذية والطاقة والاقتصاد في خضم الاقتصاد، لكن رئاسة الجمهورية الدولة السلطات العليا وعلى رأسها الأخ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسعى جاهدا أن يكون بقرار يخرج بقرارات سيادية لصالح الدولة، ونحن كمنظمة نقابية نسعى في هذا الإطار بالذات لتقوية مؤسساتنا الاقتصادية على مستوى التراب الوطني. نشكر الاتحاد الوطني نقابتنا أفضل التكريم هذا على المجهودات الجبارة، ونشكر رئيس الجمهورية اللي راه واقف مع العامل، وإحنا إن شاء الله نكونوا في الميدان بقوة لتقوية الاقتصاد الوطني.